شكله نهر، نهر متجمد. بقالنا 4 ساعات ونص محشور علشان ال مفيش حد دلوقتي يقدر يجيلك ويحللك المشكلة. الخرطوم ده مقطوع، مقطوع من هنا. قاعد ينزل جاز، سبب ان السلسلة اتقطعت وخبطت جهاز التكييف الخارجي. بعدين السلسلة اتربطت على العجل، محتاجة منشار حديد علشان تتقطع. عشان تجيب منشار حديد، غريبة ان انا كان معايا منشار وسبته في العربية بتاعتي الصبح. 4 ساعات ونص في الجو اللي انت شايفه ده. ادي الشمس طالعة فوق. ده طريق 40 في يوتا، ودي اتكسرت، دي بتاعت ال بتاعت التراب والعفارة، اتكسرت دي اتكسرت. اللي ورا ما اتكسرتش. طاير فوق ده الصح، طاير هناك ده الصح، ودي حتة منها اتكسرت.